نتابعه مع مراسلنا من محافظة ذي قار الذي ينضم إلي عبر الهاتف. سلامة سرهيد، مرحبا بك يا سلامة. تابعنا الصور قبل قليل، هل لك أن تقربنا من المشهد أكثر ما جرى بين قوات الشغب ومتظاهري العقود؟ يعني تحية لك زميلي أحمد وتحية لجميع مشاهدي قناة التغيير. صباح هذا اليوم كان هنالك تظاهرة، بل هي تظاهرات لمقرات شركة نفط ذي قار اللي ضمنت هي مقر الشركة الرئيسي بالإضافة إلى مصفى ذي قار وإلى دار التوزيع المنتجات النفطية. تم إغلاق هذه الدوائر من قبل المتظاهرين أصحاب العقود 315 المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، لكن ما حصل هو حصول اشتباكات وتدافع ما بين القوات الأمنية وقوات الشغب المتواجدة، ومن ثم تطور الأمر إلى اعتداء على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية التي هي كانت يعني قد استخدمت القنابل المسيلة للدموع وإطلاق العيارات النارية لتفريق المتظاهرين، مما تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين واعتقال طبعا العديد من المتظاهرين، والآن هم في مراكز الشرطة. وكذلك هناك إصابات طبعا ما بين النساء من أصحاب العقود الذين كانوا متواجدين مع المتظاهرين، وهما أثار الغضب بين المتظاهرين، ومن ثم صارت مناوشات ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين الموجودين أمام شركة نفط ذي قار. والآن طبعا لا يزال الوضع متوتر بالقرب من الشركات النفطية وكذلك في داخل مدينة الناصرية. على ضوء هذه الأحداث المتسارعة دعا متظاهر تشرين إلى تظاهرة عصر هذا اليوم، طبعا منددة باستخدام العنف ضد المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي على المتظاهرين، وبذلك ستكون هذه التظاهرة هي مساندة لأصحاب العقود الذين تعرضوا إلى القمع وكذلك الاعتداءات من قبل القوات الأمنية عصر هذا اليوم في ساحة الحبوبي للمطالبة بفتح تحقيق عاجل بما تعرض له المتظاهرين صباح هذا اليوم من قبل القوات الأمنية. أيضا احنا طبعا في محافظة ذي قار هنالك اعتداءات حصلت على صعيد طبعا منفصل على قسم الأملاك التابع إلى بلدية الناصرية قبل قليل، بدخول مجموعة ملثمة ومجهولة الهوية تحمل السكاكين، دخلت إلى قسم الأملاك واعتدت على الموظفين، ومن ثم قامت بإغلاق القسم. ولا تزال القوات الأمنية الآن تحاصر المبنى وكذلك البحث عن الجنات والبحث عن هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء على الموظفين الذين هم لاذوا بالفرار. نعم. طيب، يعني دعوة للتحقيق بما جرى يا سلامة من قبل المتظاهرين، ماذا عن موقف الحكومة المحلية لجنتها الأمنية؟ هل تحركت لاحتواء ما يجري؟ هل حققت بما جرى؟ بالنسبة للموقف الحكومي كحكومة محلية لحد هذه اللحظة هي تلتزم الصمت بهذا الملف. أما على مستوى برلماني فهنالك عدد من النواب الآن قاموا طبعا بمخاطبة ومطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل، وعلى أن يكون بالتحديد يعني النائب عن محافظة ذي قار فلاح الهلالي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وممثل عن محافظة ذي قار الآن يعني من خلال كتاب رسمي وصلنا قبل قليل لفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الداخلية بمعرفة الطريقة. بحسب ما وصفه وببيانه هنالك طريقة وحشية طبعا وقمعية استخدمت ضد الشباب المتظاهرين من أصحاب العقود، وبذلك طالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين، وعلى أن تكون اللجنة وزارية بمحاسبة المقصرين. أيضا هنالك نواب الآن نزلوا عدة بيانات تدين وتستنكر استخدام العنف ضد المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي، وكذلك طالبوا طبعا الجهات الأمنية بفتح تحقيق وبيان الأسباب التي أدت إلى استخدام هذه طبعا ما تسبب مشكلة لدى المحافظة. الآن المحافظة تعيش أوضاع أمنية متوترة، تظاهرات وغيرها، وهذه طبعا هي مشكلة. ننتظر الموقف الحكومي بعد قليل في الساعات المقبلة، ما الذي سيحصل؟ ما هو موقف الحكومة المحلية وقيادة شرطة محافظة ذي قار مما جرى صباح هذا اليوم؟ قلت قبل قليل يا سلامة أن هناك دعوات لتظاهرات تضامنية مع تظاهرة أصحاب العقود وما جرى لهم خلال تظاهرة اليوم من اعتداءات واعتقالات. ما كان هذه التظاهرة المزمع أن تقام عصر هذا اليوم، وهل من الممكن أن تكون مفتاحا لعودة فتح أبواب ساحة الحبوبي؟ نعم،
يعني هناك دعوة من متظاهري تشرين قبل قليل صدرت للنزول إلى ساحة الحبوبي الساعة 4 عصر هذا اليوم. طبعا هي منددة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين وكذلك للوقوف مع المتظاهرين أصحاب العقود وعدم استخدام العنف ضدهم وكذلك الوقوف مع مطالبهم المشروعة بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن ملاكات وزارة النفط. سلام سرهيد مراسلنا من محافظة ديقار، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.